الهمجية الإسرائيلية تخطت كل الحدود، ما وفرت حجر ولا بشر من مرضى سرطان وأطفال ذوي احتياجات خاصة، وصولاً إلى المسنين. قصص كتيرة وصعبة رواها لقلنا الأهالي يلي تهجروا من منازلهم ويلي قسم كبير منا تدمر. يمكن الأصعب هو قصة هالمسن الراسية يلي شارفت على عمر 100 سنة ويلي طلعت من بيتها على ظهر ابنها وقضت بالسيارة أكثر من 17 ساعة لتدهور صحتها وتوصل للي هي إله اليوم. عمرها الحجر 97 حماتي بتكون مرة يعني مريضة، ونحن وقت قبل الحرب حكمتها جلطة براسها ما عرفنا فيها نحن. سابت هربنا من البرجينة لهون. اللي صار معها هي إنه مرضت تعبت بالمرة مع بداينا. قعدت 18 ساعة معنا بالسيارة، يعني تعبت كتير هي فيهون. والحمد لله يكتر خير الله، قال لي الله نجينا من البيت. يعني يمكن لو نقعد شوي بعد البيت كنا أكلناها نحن ولاد بنتي. كيف هو البيت هلأ؟ بعد صراحة وقت ما شافوه فرجونا على الصور ثلاث أرباعه رايح، والحمد لله بنشكر الله وبنحمده بزمتنا من البيت. طيب اليوم شو بتخبرينا عن حالتها؟ تعيسي حالتها، كل ما هي لورا حالتها. عم نشوف لها الأكسجين، امبارح كان نازل قشط معها على آخر الأكسجين. الحمد لله عالجناها بالأكسجين، هلا عم نراقب لها الأكسجين كمان. كيف قدرتوا اليوم بظل هيدا القصف انه هي كانت راسية، كيف قدرتوا تنزلوها من البيت على السيارة وتوصلوا فيها على بيروت؟ خبرينا عن هيدي الفترة اللي هي جدا صعبة كنت عم تخبرينا عنها تحت الهواء. للصراحة طلع جوزي على البيت، نزلها حملها على ظهره، حطها بالسيارة، وقت اللي جينا قعدت 18 ساعة معنا على الطريق، يعني كل ما هي تعبت لورا، وقت اللي جينا لهون كمان نفس الشيء على ظهره حاملها، والحمد لله. سنة 2006 كنت عم بتخبريني صار معك هيك كمان؟ كان معي هيك بس أهون من هلأ، يعني كانت هي مرت عمي وسلفة إنه مثلا يمشوا معي يروحوا يجوا، جوزي ما كان معي، كان معي ولادي، والحمد لله الله شفقنا، شفق علينا وطلعنا من الضايعة، والحمد لله كمان كمان رح بيتنا ثلاث أرباع هلأ أكتر. روايات الخوف ما بتوقف عند هالست، كتار من القصص يلي بتأكد إنه الإسرائيلي مجرم بحق الإنسانية. من الحدث تبع البيك كان في قصف قوي حواليكم؟ كتير قصف، عشية بلش الطيران تضرب، قلنا عنا تينة، تخبينا بقلب التينة، تينة كتير مغضة يعني، قلنا تخبينا بقلبها أنا وولاد ابني وبنت. نحن بعدنا قاعدين بقلب التينة، التفتنا لقينا الضيعة لهبة، كلها لهبت ما تقول، نيرانه بلشت تصير الشيء يفقع يعني خفيف مش صواريخ، مثل الأنابل تفقع حوالينا فقروسنا. فلاتونا وضارب لا تسألش. هلا كنت حملت ولادها وهربت، ضليت أنا وانو اخد جرعة هالعصان دحدح وعيت، وصلوا لي لقطتني بكتفي وجرتني وراها على السيارة، وقمنا هريبي حفيانين بوابنا مفتحة بيوت، جينا على تسألش بهالجرود بهالليالي هربنا أنا وكنتي ولاد ابني، جابوني بهالسيارة وجينا معهم عجبي ضلينا الله. عذبتوا لو وصلتوا لهون؟ كثير تعذبنا ما تسألش، وقداش برمنا وقداش وبلادنا هبطوا وبيوتنا انقصفت كلها وراحت رميت ما بقى عنا شيء. إذن بالوقت اللي أهالي القرى المهجرة خاصة المسنين منهم بنيوا كل حياتهم ليوصلوا لشيخوخة مرتاحة البال، هياهن اليوم بمراكز الإيواء، والأصعب من إنه يتدمر البيت كحجر يتدمر معه جنى العمر.